صباح الخير والتيسير، صباح اللوز والتيسير، صباح الملاوي والبغرير، صباح كرواسة والكومير، صباح الزبدة والكونفيتير. كصبحتو لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان. اليوم صبحنا حادقين، اليوم غسلنا الزرع باش نديوه معانا، كنطحنو كنديوه معانا من هنا الزرع ديالنا، كيكون كنخليوه هنا في العربيه، ومره مره ملي كنجيو كنغسلو شويه كنديوه معانا، نطحنوه نديوه معانا. واليوم عمتي ذبحت لينا الدجاج البلدي وكنصايب به الرفيسه، غادي تكون ان شاء الله شي رفيسه زوينه بالدجاج البلدي من داك الشيء ما شهيتكم. ايوا هذا هو نهارنا اليوم ان شاء الله. اليوم راه كاين السوق، كيكون عنده بالسوق اسبوعي، بابا عمي مشاو يتقداو، مشاو للسوق على ما يجيو ان شاء الله. وغنديروا واحد الحمام بلدي ديال العربيه، غندخل ان شاء الله نغسل في الحمام البلدي ديال العربيه، تسخنوا عمتي تشعل العافيه باش يسخن، ونتحمحموا اليوم باش ان شاء الله نطلعوا لعند عمتي في دوار اخر عاوتاني نشوفوها. حنا كنجيو كنبداو نتساراو في الدواور، عندنا العائله مفرقه كل واحد في جهه. ايوا كنضربوا دويره، كل واحد نضربوا عنده نهير كنشوفوا. غنتوما كتشوفوا معانا كنطيبوا الحرشه، غنديروا هادي فرتوته سميتها هي رفيسه ولا مدهوسه، رفيسه ولا مدهوسه بالحرشه. اوه هنايا جات كطيب في الكانون، كطيب الحاجه في الكانون. ها الحمام، ها الفران، تنشعل الحمام باش ندوش هيا البنات الحرشه ديال العواد هذه باش غنديروا رفيسه ان شاء الله، حتى نوريكم في الاخر رفيسه كي داير. ايوا ها نتوما ها الحرشه كتفرك، كيفاش كدير لي هذا داك تفرك هيا لالا دغيا دغيا ادغيا فركاتها في 5 دقائق ما كملاش. حدك حدك دادا ضربها بالمعلقه حتى كتفرك. وهذه الرفيسه ديالنا البسيطه. حنا دابا حبابي كي كتشوفوا شادين الطريقه ديال الدوار اخر ان شاء الله عند عمتي نشوفوها، لان العائله مفرقه بطبيعه الحال، كل واحد وفين، ضروري خص نشوفوا كل شيء، ضروري نزوروا كل شيء. دونك حنا شادين الطريق باش نشوفو عمتي عاوتاني، ندوزو معاه واحد النهار وتما نوريكم عاوتاني كي داير الدوار اللي غادي يلو، وعاوتاني نشوفو شنو فيه ان شاء الله. وهانتوما معايا حبابي. السلام عليكم حبابي، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحيحة بخير، امور هانية، اش كتعاودو؟ اليوم نهار جديد، اليوم طلعنا لدوار اخر، مشينا عند حتي في دوار اخر كنشوفوها. ايوا وهاد الدنيا عاوتاني من هنا كي دايره عاوتاني زوينه، الشميسه حاره ما نعاودلكمش، والله الشميسه حاره. ايوا هذا مكان كتشوفوا معايا حبابي، حنا باقين في الدوار عند عمتي ان شاء الله، باقين عاد نهبطوا لدوارنا، دوار فين كاينه دار جدي. كما كتشوفوا معايا شوفوا هاد الشجر ديال الزيتون تبارك الله كي داير، واخا هاد العام الزيتون جا قليل ماشي بزاف، ولكن ما شاء الله كيف ما كان الحال الحمد لله على كل حال. تبارك الله الدنيا كي دايره غزاله ما شاء الله، وصبحه الشميشه. وهذا هو الدوار اللي كنا فيه، ايوا حبابي كما كتشوفوا معايا حنا راجعين بحالتنا ان
شاء الله الرباط غنمشيو بحالنا ان شاء الله اليوم شادين الطريق ديالنا الله يوصلنا على خير. ايوا دوزنا ايام زوينه صراحه في العروبيه وشفنا الحباب والعائله وبدلنا الجو شويه بدلنا الروتين شويه اللهم لك الحمد. ونتمنى يعجبكم الفلوق ديالي ونتمنى ان شاء الله تدعموني في القناة ديالي وان شاء الله المزيد من هنا القدام علاش لا ونديروا حويجات اخرين زوينين ان شاء الله بالفضل ديالكم بالدعم ديالكم وبالتشجيعات ديالكم ان شاء الله نزيدوا القدام. وشكرا لكم حبابي. دابا حنا وصلنا ان شاء الله للدخله ديال قنيطره. حنا دابا داخلين ان شاء الله غنشدو الطريق ديال قنيطره نيشان السلا ان شاء الله. ايوا هذا هو الفلوق ديالنا نتمنى يعجبكم وما تنساوش تدعموني كما ديما.